عودة لكم جديد مشاهدينا الكرام، ورحب بضيفي في الجزء الثاني من هذه الحلقه، رئيس لجنه حقوق الانسان الدكتور عادل الدمقي. حياك الله دكتور. الله يحييك يبجيك. انتقلت من رئيس لجنه مقومات حقوق الانسان في السابق، اليوم انت رئيس لجنه حقوق الانسان. اي نعم. والان يعني احنا كنا رايحين باتجاه يعني معين نناقش اكثر من قضيه، لكن اللي ابرز اليوم هو قضيه الحقوق المدنيه للاخوه البدون. زين، الشيء اللي صار في الجهاز في الاجتماع، إيه أنا أثير كثيرا في الصحف في هذا إن في شيء صار. إيه أنت الآن لك المايك والكاميرا، إيه قول شو صار. أنا ودي أول شيء قبل لا أبدي بالموضوع هذا، اليوم صار في هجمة على قانون الحقوق المدنية، هجمة واضح أنها مرتبة بطريقة لتشويه هذا القانون. هجمة واضحة لتشويه القانون. تشويه القانون. ليش؟ وثني الناس عن تأييده ويمكن التأثير على النواب. زين. أول شيء قيل في هذا القانون أن كل من يدعي أن غير محدد الجنسية يقبل فيه. القانون واضح، هذا قدامي هو القانون مدرج على جدول أعمال الجلسة. من هو كل من لا يحمل جنسية أي دولة، طبعا هذا عبر الأجهزة الحكومية، أوكي، ما يحمل أي جنسية أي دولة ويتواجد على أرض الكويت ولا تعترف بمواطنته أي دولة من الدول بموجب قوانينها، هذا هو غير محدد الجنسية. هذا في القانون. إيه لم يثبت عليه أي جنسية، أوكي، ولا تعترف بمواطنته أي دولة من الدول، هذا هو القانون. أوكي. إقامة الأصول تعتبر مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولودا أو مقيما بالكويت. يعني قال لي شنو ثاروا هالنقطة هذه؟ ايه أن واحد إذا على أصوله معناته كل أهله اللي بدولة ثانية معناته يشملون معاه بالجزء. لا مو صحيح، واضح يعني إقامة الأصول هذه، يعني أنت إذا أعطيت الأصل تعطي الفرع بشرط أنه يكون مقيم في دولة الكويت. يعني لازم يكون مقيم في الكويت. ايه يعني فرع يعني أبناء قصدك ولا أجداد؟ فرع أبناء يعني. أبناء. إيه هو إذا مثلاً تعطيت الأب تعطي العيال، هذا شيء طبيعي يعني، هذا مثل أي جنسية أخرى يعني. إذا أنت اعترفت أن غير محدد الجنسية فروع يعتبرون غير محددي الجنسية، هذا شيء يعني طبيعي. بعدين في هذا القانون في المادة الثانية، الجهاز المركزي هو اللي يتولى إحصاء البدون، من يجمعهم من جميع أجهزة الدولة. هو يحصيهم. هو يحصيهم كلهم من جميع أجهزة الدولة. هو الحال حاليا شنو؟ هو اللي قاعد يحصيهم؟ إيه هو هذا يعني، إحنا عطيناه هو لأنه هو مكلف من قبل الدولة في قضية المقيمين بصورة غير قانونية الآن. إذا صاروا غير محددي الجنسية، هو اللي يحصي هؤلاء ويجمعهم معلومات المدنية من الجيش من جميع الأجهزة الحكومية، وكلفنا كل من لم يسجل يروح يسجل في الجهاز المركزي. وإذا ما سجل ما يشمل القانون؟ إذا ما سجل ما يصير داخل هذا القانون. بس لازم. إذا مو مسجل، إذا يبي يسجل قالوا له نفس الحكي الآن يثار، صحيح؟ لا ولا طبعا لا؟ إن أنت جنسيتك فلانية وعملا بالشروط والضوابط المقررة بضمن هذا القانون. يعني كل من يبي يسجل يقدر يسجل؟ لازم يسجل، ما في واحد يصير يقعد بالدولة ما يسجل نفسه ولا لأي صفة قانونية. فالجهاز المركزي هو اللي يقوم بعملية التسجيل بفترة زمنية خلال 6 أشهر. زين دكتور، وين اعتراض الجهاز المركزي في اللجنة؟ إذا أنت تقول أن الجهاز المركزي هو اللي يسجل، شنو اعتراضهم في اللجنة؟ الحين أجيك على هذا. الأمر الثالث أن نعطيهم بطاقة مدنية صالحة لمدة 5 سنوات تجدد. أوكي. إذا ثبت أنه غير محدد الجنسية، كل ما في هذا إذا ثبت أنه غير محدد الجنسية يعطى بطاقة مدنية لمدة 5 سنوات. بعدين الحقوق الأساسية. بس هو سؤال قبل هذه، تطرح نقطة مهمة، إذا ثبت غير محدد جنسية، هم الآن البطاقات الأمنية بعض يقول لك والله عنده أوراق ثبوتية من مكان فلاني، عندهم أصول كذا، هذا شلون بتعامل وياه؟ نفس المشكلة. أي إنسان تثبت له جواز تثبت له جنسية خلاص انتهى، لكن إذا ما أثبت له، الناس اللي مقيمة الآن صار لها 3 أجيال و4 أجيال و5 أجيال، ايش تبي تسوي فيها؟ ما عندها اثباتات
ولا أنت قادر تثبت لها شيء. إذا إحصاء 65 الآن تقول أنت في والله 30,000 33,000 هم إحصاء 65 خلاص أنت من تعطي غير محدد الجنسية توفر له الحقوق الأساسية. أما الكلام أنه والله يتقدم على الكويتي ولا يا أخي كل أصلا هذه الحقوق هي حقوق يعني سواء في الصحة أو في التعليم أو في يعني مثلا قضية الإثباتات الشخصية، هذه حقوق أساسية لأي واحد يقيم على دولة الكويت ويسمى غير محدد الجنسية. فأنت لكن إذا أثبتوا له أصول، يقول لك أنت أصولك إذا أثبت له جنسية أو جواز لهذا الإنسان أو أثبت له يعني شيء مضمون أنه فعلا عنده هذه الجنسية. زين، هذا أنت قاعد تطرح مشكلة ثانية طرحت اللي قضية الجوازات المزورة. الحين أخذ جواز وطلع مزور، هالحالة بهالحالة ما يعترف فيك بدون، صحيح؟ الآن هذا كان نقاشنا في المرة السابقة في الجلسة اللجنة الأخيرة، أن اللي بيع لهم هذا ووفرت لهم الدولة للأسف أكشاك الجوازات وكذا، وبعدين ثبت أن هذه الجوازات كلها جوازات غير صالحة، هذا كانت إشكالية. إذا ثبت أن عنده جواز غير صالح وجواز لا يعترف فيه، هذا الآن صار في حكم محكمة وإحنا طلعنا له بطاقة الضمان الصحي وصار خلاف على ذكر الجنسية، لأن الجنسية هذه مزورة أصلا، ما هي جنسية يعني ما يتعترف فيها الآن هذه السفارات وهذه الدول، بل بالعكس في ناس الآن عندنا بعض الإخوة البدون في دولهم اللي أعطتهم الجوازات مسجون، يقولوا له أنت مطلع جواز مزور، مسجون في دولته اللي هناك، يقول له خذ موجب الجواز، إيه خذ موجب، يقول أنت ما هذا جواز مزور، أنت شو اسمه تسجن بسبب هذا الجواز. عندنا كذا حالة الآن في مثل هذا. دكتور الجهاز المركزي أبدأ تعاون معاكم في هذه القضية جوازات المزورة، وين اعتراضه كان؟ كان الاعتراض على ذكر الأصول، هو مثلا أنت طلعت جواز وبثبت أن هذا الجواز غير صالح، الخلاف هو أنه يذكر في البطاقة الضمان الصحي. إحنا كنا في شهر 8/2017 كان في اتفاق أنه تطلع لهم بطاقة الضمان الصحي بدون ذكر الجنسية، بدون ذكر الجنسية، ويكتب عليها مطالب بتعديل وضعه ويأخذ ميزات البطاقة الأمنية. بعد ما اصدرت البطاقة حطوا له أصل إصدار البطاقة وحطوا له جواز كذا اللي هي جوازات أصلا مزورة. أوكي. فصار هني الخلاف. عندك معلومة عنه سجل معلومة، هو مطالب بتعديل وضعه ماشي، وهو ماخذ أصلا بطاقة ضمان صحي، فكان هذا الخلاف. هل صحيح أن رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة قال لكم أن مثل ما صرف الصحاب تبون تستفزوه بنستفز، تبون تصعدوه بنصعد، يعني هل هذا الكلام صحيح؟ شوف صار جدل ونقاش كبير، احنا هذه الجلسات سريه جلسات اللجان، لكن سربت الصحافه سربت يعني. وصار جدل بين الاعضاء وبين صالح الفضاله، صار اخذ ورد كبير جدا، قيلت مثل هذه الكلمات وردينا عليها. رديتوا عليه؟ ردينا عليها. شنو ردت؟ الآن احنا في هذه يعني الجلسة هي أخذ ورد، ما في واحد يستفز الآخر يعني، ولا في واحد يصعد على الآخر. صار في كلام طبعا، في نقد كبير من الأعضاء للأخ صالح الفضالة، وكذلك صار في رد من صالح الفضالة على الأعضاء، صار في أخذ وجدل. هذا اللي كان سببه تشنج وزير الداخلية وخروجه من وزير الداخلية. شنو يعني كان رأى أنه ما في حل، صحيح يعني أنه مجتمعين بدون حلول. لا يعني أن محمد هايب أثار أن انسحابه كان اعتراض على الجهاز المركزي وهدد بالاستقالة، صحيح؟ كان ما يعني هذا الكلام يعني قد يكون في نوع من السرية، لكن ذكرها أخونا محمد هايف، والكلام كان اعتراض الوزير على طريقة النقاش اللي صايرة، وإنما إحنا نبي نوصل كنا لاتفاق، مو إحنا جايين عشان
نزيد الخلاف. فانسحاب الوزير لعدم رضا عليكم كنواب ولا على الجهاز؟ لا لا، هو انسحابه انه مو قاعد يصير حلول، مو قاعد يصير يعني حلول. وزير الداخليه يبي حل، يبي حل طبعا، هو يبي حل الموضوع. احنا جايين عشان نحل، انا كررت في الاجتماع احنا جايين بنحل الموضوع، احنا جايين نختلف ما يعني. انا بس على اساس ان انقل لك وجهات النظر الاخرى اللي انشر اليوم الاخ عادل الزواوي من منسق مجموعه 80 في بوست وصل في وسائل التواصل الاجتماعي، قال جريمه قانون عسكر العنزي هذا ما يحاك لكم في مجلس الامه ضمن مخططه المرسوم والمتعاقب الخطوات. تقدم عسكر العنزي بقانون بين قوسين هو يصفه مسخ لمجلس الامه بحجه اقرار الحقوق المدنيه اللي بدون، جاء في مادته الاولى بالسماح لاي فرد بالادعاء بانه بدون دون اعتراض اي جهه في الدوله، وفي مادته الثانيه يحق لذلك المدعي الاقامه 5 سنوات تتجدد تلقائيا وجواز السفر والعمل في جميع القطاعات الداخليه الدفاع الخارجيه على اطلاقها وفي اي موقع، وذلك بحكم القانون والتعليم والصحة بجميع تدرجاتها الابتعاث والعلاج بالخارج، أي أفضل من الكويتي نفسه والذي يحصل قانونا على الأساسيات فقط، وهي قد يتم عرض القانون في أول جلسة قادمة وسط ضغط مريب لإقراره. انتبهوا يا أهل الكويت وتعاضدوا لإسقاط هذا القانون المسخ الذي يزرع الشوك بين أضلاعنا. هذا وجهة نظرك. إيه طبعا، هذا أول شيء مو صحيح، مو صحيح. أول شيء إحنا كلجنة حقوق الإنسان يتنا 7 قوانين، ما في قانون نائب من النواب، هي 7 قوانين احنا مكلفين باستلامها وتلقي الردود من الجهات الحكومية. تلقينا الردود من الجهات الحكومية ووضعنا هذه القوانين بعدها في تقرير واحد، اقتراح بقانون واحد لا ينسب لأي شخص. طبعا مقصودة هي انك انت تقول هذا قانون فلان عشان تنفر اهل الكويت من هذا القانون اللي هو نعتقد فيه العدالة ونعتقد فيه بإذن الله عز وجل ننصف فئة تقيم بين يعني أظهرنا، ولا لا أصلا هذا العلاقة بالجنسية من قريب أو بعيد، ما له علاقة في التجنس أبدا أبدا، ما له علاقة بالتجنس، هي مجرد حقوق مدنية اجتماعية ثانية، حقوق مدنية اجتماعية تشرع بقانون حتى لا تكون حسب الأهواء، ما في ما له علاقة في التجنس نهائيا أبدا أبدا، ما له علاقة في التجنس هذا القانون. الثاني شيء مسألة أن أي واحد يدعي، أنا شيء قريت لك القانون يقول أن من لم تثبت له جنسية حسب أجهزة الدولة ولم تعترف مواطنته دولة من الدول، ما في واحد يقول أنا ولابد نشرع لهذا الموضوع. لا يوجد في أي في يعني شكل من الأشكال تقديم على المواطن الكويتي، هذا يعني أكثر تأسيس الشركات والمساهمة يعامل معاملة الخليجي، يعني هذا أقوى شيء خلنا نقول. بس ما يسوى بالكويت، يعامل معاملة الخليجي، هذا أقوى شيء يعني كان في هذا القانون. لكن مسألة إنه يعني هو أنا قلت لك إثارة هذا الموضوع بهذه الصورة هو تنفير الناس من هذا القانون. الهدف إثارة الهدف تنفير الناس ولا في هدف سياسي آخر؟ طبعا يعني واضح الآن هو الهدف إسقاط هذا القانون بأي صورة من الصور. القانون قريت لك، أصلا القانون واضح تعريفه، واضح من هو المنوط فيه، إحصاء غير محددي الجنسية اللي هو الجهاز المركزي، واضحة بنوده. البنود هي يعني لا شك مثل هذا القانون في إنصاف شرعي، في إنصاف قانوني، في على الأقل تحقيق نوع من الأمن لفئة وصل فيها الحال أنك أنت تتحكم حتى بفلوسها. واحد يملك فلوس ما يقدر يشتغل بهذه بطاقة الفلوس يعني. بناء على بطاقة وبناء على يعني أنا أفهم أنك أنت تمنعه من عمل، تمنعه من كذا، تمنعه منك، لكن تمنعه حتى أنه يعني يسحب ويدخل أمواله، هذه لا شك صار فيها نوع من التحكم. احنا حتى نعالج هذه الخلافات وهذه الاختلالات في تطبيق القانون، انا ما اقول لك ان الجهاز المركزي ما قدم ما سوى، لا لا لا، احنا قاعدين نقنن تعامل مع فئة صار لها الان عندنا مشكلة من الستينات الى يومنا هذا، ولم تجد لها حلا يعني هذه المشكلة. ما عليه دكتور، الان في لقاءاتي الممتدة وياك يمكن على أكثر من 7 سنوات يعني الآن تتكلم في صراحة، وإن كان حتى بعض الزملاء لك يعني ترى موقفهم حق لكن تتكلم كلمة حق قد تكون تخالفهم،
النائب محمد هايف اليوم يهدد وزير الداخلية باستجواب، وانت تدري اليوم اي استجواب يقدم الحكومة خلينا نقول يعني بالقدرات اللي عندها تقدر تنهي الاستجواب، وبالتالي قد يضيع هذا القانون سياسيا. يعني انت اللي يقول لك يا يقر في الجلسة الجاية ولا انا بقدم استجواب لوزير الداخلية، هذا عمل سياسي صحيح؟ وبصراحة دكتور انا اختلفت مع ابو عبد الله وكلمته، اختلفت مع محمد اوكي كلفته لانه ممكن يضيع القانون، قد يكون هدف نبيل لكن يضيع هذا القانون. يعني القانون قانون شرعي وانساني. ابو عبد الله انا اعرف شعوره، وعبد الله محمد هايف هو يحمل هم هذه الفئه وغيره من اخوان النواب، وهو يرى التاثم الشرعي من داخله ان احنا قاعد نظلم هذه الفئه، ولذلك هو يستعجل على اقرار القانون. اي قانون يعرض في مجلس الامه راح يصير فيه اخذ ورد، اذا ما صار اتفاق اكيد مثل هذا القانون بيصير اخذ ورد، اكيد في ناس تبي تعدل وفي ناس عندها اراء وفي ناس هذا. انت لما نتيبه للمجلس لو ياخذ المداوله الاولى ويصير الحكومه عندها احيانا اعتراضات، يصير النواب عندهم اعتراضات، يصير في اضافات، ما تقدر انت تلزم الجميع بانه يقر في مداولتين. كثير من القوانين جت على اساس تقر مداولتين ورديناها وما صارت يعني في مداوله ثانيه. لذلك مثل هذا القانون أنا متوقع 100% أنه في يصير أخذ ورد، بيصير في يعني اختلاف في الأفكار حول هذا القانون. فلذلك إذا أقر كمداولة أولى أنا أقول لأول مرة أول شيء يناقش قانون حقوق مدنية في مجلس أمة كويتي زين عن هذه الفئة، بالتالي نترك المجال لإقراره مرة أخرى كمداولة ثانية. بيرجع عندنا شنو رأي الحكومة، شنو رأي كذا، نحاول نحل مثل هذا الإشكال. زين أنت عادة حتى في مجلس المبطل الأول كنت تسعى مع بعض النواب أن تحاولون تجدون نوع من الموائمة، إذا كان في نوع من التصعيد تحاولون تهدون للوصول إلى الهدف اللي هو إقرار القانون. بالضبط. راح تسعى إلى أن وعبد الله محمد هايف يتأنى في قضية الاستجواب حتى يتم، يعني هو ذا استجواب وتم رفض القانون وصار استجواب ما راح الوزير معناته القانون انتهى، في مجال ان انت تسعى للتهدئة؟ لا شيء، كان ساعين احنا في هذا الموضوع. يعني اصلا لما يبنى الجهاز ويبنى وزير الداخليه وقعدنا في حقوق الانسان كنا ساعين في حل حلقة خاصة واضح من كلامك كان يبدو وزير الداخليه يبي يصير يبي حل. لا شيء كلنا نبي حل. يعني أوكي. الاشكاليه الان لما قابلونا في اللجنه الاتحاد الاوروبي كان كل أكثر الأسئلة حول البدون والتعامل مع هذه الفئة. مثل هذا القانون إذا أقر بإذن الله لا شك هذا راح يسكت أي صوت يتكلم حسن صورة الكويت في دولة لجان الإنسان. إحنا مو نسعى يعني فقط كسمعة الكويت أمام الآخرين، إحنا أول شيء نبي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى وعدم ظلم هذه الفئة. ثاني شيء نبي فعلا احنا بلد الانسانيه، يكون خيرنا للبعيد وللقريب. هذا يعني الان البدون انت قاعد تستورد من كل مكان تشغلهم، هذا اللي عندهم دكاتره وعندهم مدرسين وعندهم في كل المهن اللي انت تبيها. احنا الحين في الكويت قاعد نجيب من برا من كل مكان وما نشغل مثل هذه الفئه. مثل هذا القانون يسمح حسب الشروط والضوابط عملهم في الادارات الحكومية، فأنت يعني تعطيه الفرصة وتعطيه يعني الأمان وتعطيه ممتاز. هذا كان الحقوق الأساسية. ثاني شيء أنا بقولك شيء أوكي. ترى أنا واحد من الناس يعني دائرتي، وأنا يمكن قلتها لك قبل، دائرتي ترى ما فيها بدون، ووايد علي اعتراضات انتخابيا. يعني أنا أحمل هذا الملف، تحمل جانب إنساني مو زين لي انتخابيا، اقول لك يعني شرعيا كل صراحة. شرعا لكن انا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه. شو يفيدني اذا الناس تسخط وانا اشوف قضيه امامي انسانيه أوكي. فوق 100,000 قاعد انت تشوف معاناتهم. انزين في اساس نكون حاصل دام ان اليوم في نحاول نخرج الموائمه، في محاولات لثني ابو عبد الله عن الاستجواب نعم محمد هايف، او مو الابتعاد عن الاستجواب لكن اعطاه فرصه اكبر، في محاولات منكم؟ احنا هو متجاوب معاكم ولا لا؟ استجواب ابو عبد الله محمد هايف
في جوانب الحق يعني خاصة قاعد أتكلم عن انتهاكات حقوق إنسانية. إنزين، فهو أي استجواب المقصود منه هو الحل وليس يعني أقصد استجواب والله أنا رأس الوزير. إنزين، في النهاية أحسن تحط مجال للحل نوصل يعني. لمنع الانتهاكات. إنزين، أظن أبو عبد الله قلت لك أنا هو من باب إحساسه بالتأثم في ظل ويعني معاناة هذه الفئة. أوكي. قاعد يدفع بقوة، لكن أنا ما عندي شك إن أبو عبد الله إذا شاف تجاوب في داخل قاعة مجلس الأمة وشاف فعلا الحكومة متفهمة لمثل هذا القانون ودراسته وكذا، ما أعتقد يعني راح يمانع إذا شاف فعلا هذا التفهم. أوكي. لكن إذا ما صار تفهم وصار تفهم حكومي ولا نيابي؟ تفهم حكومي. أوكي. النيابي اللي طالبين عرضه على تقديمه على جدول أعمال الجلسة اللي قدموا العريضة فوق 26 نائب مقدمين تقديمه. النواب من أكثر الناس شعورا بمعاناة هذه الفئة. احنا لما نقر مثل هذه القوانين لا شك هذه القوانين هي قوانين إنسانية وفيها إنصاف وفيها عدالة. أوكي، أبيك على بس أمر آخر، يعني أنت بتقدمين مع مجموعة من النواب في قضية يعني مناقشة الفوائد العالية اللي تتقاضاها التأمينات، وأعتقد أن هذا القانون مفروض يكون كان على جدول الأعمال من فترة. الفوائد العالية بعض المتقاعدين قاعد يشتكوا منها خاصة مؤسسة التأمينات، شنو توقع راح تقدرون تسوونهم؟ شوف، أول شيء هذه القضية مؤرقة لفئة كبيرة من الشعب الكويتي اللي هم فئة المتقاعدين. أوكي. قضية الاستبدال، تدري المتقاعد لمن يعني على التقاعد يحتاج له مبلغ كذا يستبدل، هذا استبدال الراتب في فوائد ضخمة جدا وحسبة أحيانا تصير حسبة استثمارية على ظهر هذا المتقاعد. أوكي. ما قامت فيه الدراسة، الشركة اللي كلفناها من مجلس الأمة وضعت حلول أخرى لهذه العملية. أول شيء كانت مع التقاعد المبكر اللي حكومة كانت ضده، والحمد لله عز وجل كان هذا القانون منصف للكثير. وثاني شيء في قضية الاستبدال كذلك كان في حلول أخرى وضعت في هذا. احنا نريد مثل هذه الحلول اللي لا تؤثر على قضية استثمارات التأمينات وقضية، لان هم احنا يهمنا التأمينات تستمر، لان التأمينات مو بس للجيل الحالي ما تودي الافلاس يعني. لا شك احنا يهمنا ان التأمينات تكون للاجيال القادمة. أوكي. لان في بعض المطالبات في قضية التأمينات غير معقولة اكيد يعني. لكن نريد الحلول لهذه. كان في تقريرين، تقرير التقاعد المبكر وتقرير الفوائد ومعالجتها. للأسف أخذ تقرير التقاعد المبكر وعولج في اللجنة المالية، تقرير الاستبدال وتقرير الفوائد العالية لم يؤخذ بدراسة ومعالجته. احنا نريد معالجته كما عولج قضية التقاعد المبكر، وصلنا إلى حل نستطيع أن نصل إلى حل في قضية فوائد التأمينات. فوائد التأمينات أو هم ما يسمونه مقابل الاستثمار يعني. أوكي، تتوقع هذا متى تناقشونه في الجلسة الجاية فوائد التأمينات؟ إحنا مقدمين كتاب الآن مناقشته. أوكي. مع خمسة من النواب جزاه الله خير، هو كذلك محمد هايف هو يعني بدأ في هذا الكتاب وكنا إحنا مقاين معه على نفس الكتاب. أوكي، في الحديث إن أنت اليوم في رئيس لجنة حقوق الإنسان كان لك تصريح قلت على ديوان حقوق الإنسان، قلت حتى اليوم بلا مقر ولا ميزانية ولا لائحة ونحن نحذر من بيروقراطية الحكومة وعدم تنفيذ القوانين الصادرة على المجلس. هم عينوا الرئيس وعينوا أعضاء المجلس، لكن إلى الآن ما تشوفه مطبق؟ ما قام هذا؟ لا لا، القانون لا زال معطل للأسف. منو قاعد يعطله وليش؟ احنا هذا استدعناهم والاخوان يعني كانوا متحفظين نوعا ما، لكن يبقى احنا نشوف الواقع امامنا واضح، لا مقر لا كذلك لائحة داخلية. أوكي. شعرنا من حتى
يعني في قضية الرواتب كديوان وطني لحقوق الإنسان أوكي. واضح أنهم حتى بهذه القضية نشوف أنه ما في إنصاف لهم، مساواتهم بالهيئات المستقلة يعني الأخرى. أقل حتى بالرواتب، حتى في يعني قضية أنا يعني تعطيل عمل هذا الديوان الآن بعد يعني كلامنا مع الوزير المختص اللي هو أنس صالح، سمعت أن توفر لهم مقر الآن. أوكي. توفر مقر ديوان وطن حقوق الإنسان، واللائحة الداخلية أوكي. ستقر يعني قريبا جدا، وكذلك يعني سيكون نوع من الإنصاف يعني هذا الديوان. أوكي. ديوان وطن لحقوق الإنسان لا شك يعني رغم إحنا مخالفتنا لبعض ما فيه كان كقانون وهذا، لكن صدور الديوان الوطني وعمله راح يصير فيه مرجعية لحقوق الإنسان في دولة الكويت، وهذه المرجعية مهمة جدا وجودها الدائم. أوكي. مهمة جدا مثل ما مهم جدا وجودنا كلجنة حقوق الإنسان كلجنة دائمة. أوكي. في مجلس الأمة اللي ما صار للحين وإحنا مقدمين في طلب يعني لجنة دائمة تكون كلجان دائمة في طبعاً ما تكون لجنة حقوق الإنسان يجب تكون لجنة دكتور قدمت أنت مع مجموعة من النواب في الجلسة المقبلة اللي هي مناقشة القضية اللي أثيرت مؤخرا اللي هي تضخم أرصدة بعض النواب، شنو رأيك أول شيء في القضية هذه؟ شوف أول شيء هذه القضية يعني ما نستطيع مهما تكلمنا من حمل لواءها هو الأخ رياض العدساني. أوكي. يعني أبو محمد وهو الحقيقة يعني كنائب أدت إلى إحالته إلى النيابة، دائما هو يشاور إخوانه تمام ودائما يطلعنا على الأمور أول بأول يعني يتهم أحيانا بالفردية. أنا بعض أقول لك محمد رياض العدساني فردي فيه، لكن هو ترى دائما يطلعنا على يشاوركم يعني على الموضوعات وعلى وأنا رايح بهالاتجاه. وأشوف ذاك اليوم قبل لا أقول لك على القضية، قبل يومين أعتقد رياض العدساني حط صورة في الانستغرام أنت رايح للمكتب و قلتوا قاعد تتباحثون حول القضايا، ايش قاعد تجهزون؟ هذا قلت له من تحط صورتنا انا وياك؟ قالوا يجهزون استجواب حق الوزراء. احنا لحد الان حق منو الاستجواب؟ لا امور خاصه، ما عندنا الحين لحد الان ما عندنا ما في استجواب؟ ما اقدر اقول لك شيء الحين، انا ما اقدر اصرح بشيء، لكن احنا يعني في ملفات يجب ان تحل وفي ملفات يعني ما يمكن السكوت عنها. أوكي. من هذه مسألة القبيضة وتوابعها يعني إحنا جزاه الله خير وهو كان عنده فكرة التوصية إن إذا حفظت القضية تظلم الحكومة، يجب أن تظلم هذا من ضمنه وتهدد إذا ما تظلمت الحكومة في قضية هو أبو محمد اكتفى في إحالة القضاء وبعدين القضية ما تتعلق فقط بنواب حاليين، هي نواب حاليين نواب سابقين في أفراد في شركات، فلذلك حصر القضية ويمكن كان عند أبو محمد حساسية من هذا الموضوع أن حصر القضية فقط بتضخم النواب الحاليين خطأ. هي بس ما عليه قضية عامة. ليش قدمتوا أنتم مجموعة من النواب كنتوا تناقشون القضية؟ إذا القضية أحيلت إلى النيابة كان الهدف من إثارة النائب رياض العدساني كان على أساس تحال إلى النيابة، وحيلت إلى النيابة وكان مهدد باستجواب للوزيرين المختصين فيها، وحيلت إلى النيابة، أنتم موقع مع مجموعة من النواب مع دكتور بدر الملا وغيره لمناقشتها، ليش تبون تناقشون؟ أنا استضفت دكتور بدر هني في أول لقاء معه وقال ليش أنت ليش موقع؟ أنا أقول لك يعني القضية لها أبعاد اجتماعية لها أبعاد سياسية. أوكي. القضية ما يمكن تتكرر بهذه الصورة اللي أنا أقول لك إياها، يعني هذه مش يعني صار نهج للأسف نهج. أوكي. فساد، ينتخبون الشعب نواب، يكتشف الشعب أن نوابة قبيضة، يكتشف الشعب أن نوابة يستغلون بطريقة قضية الإيداعات السابقة للأسف لم يعاقب فيها أحد، لا وللأسف اللي كلاها واللي أخذ يعني جزء من وراء إثارة هذه القضية ما من المجتمع الكويتي هم النواب اللي في تركيا الآن.
هذيل اللي هم عوقبوا هذا، كأن المصلح رسالة لنا هذا عقابة، روح أشوفهم اللي يتكلم وهذا. والمسألة معترفين فيها من الدولة وحققنا فيها في 2012. ليش تبون تناقشونها؟ ليش تبون تناقشونها؟ فها قضية الآن قضية رجعت مرة أخرى. أي بس السؤال دكتور. أي أنا أقول لك. أنا بطرح السؤال. أنا الآن الحالة إلى النيابة أكيد لا تعني إدانة، لكن البعض يقول لك أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. الآن إذا أنتم بتناقشون، البعض يقول لك قد يتم يعني تداول أسماء النواب أو يتم الحديث عنهم، ممكن يطلعون براءة، ممكن ما نعرف شنو راح تقول إليه. بغض النظر، ما تشوف أن أنتم راح تسببون إحراج إلى بغض النظر عن الأسماء. اليوم مثل ما قلت لك صار هذا نهج يجب أن نقف أمامه. ما يمكن سكوتنا كنواب، شعب الكويت كله قاعد يراقب. إحنا نوقف كنواب ونخش راسنا بالرمل ونقول لا والله قضية راحت النيابة، في شق قضائي وفي شق سياسي يجب أن يبين، يجب أن يقال أن هذا الشق يجب أن نقف أمام هذا النهج. نهج يا جماعة ما يصير، إحنا ما صار القضية قضية إداعات سابقة، وهذا صار القضية مستمرة، قضية القبيضة وقضية. بس ما في ما في تشريعات؟ أكيد في تشريعات، في تشريعات تعرض مصالح، في تشريعات الوحدة التحريات الخاصة، لكن يبقى مثل ما قلت لك التشريعات شيء والشق السياسي شيء آخر. لابد أن يعرف مو واحد قبيض واحد اتهم بالإداعات سابقا وكذا وللأسف يكرم ها ويصير مرة أخرى في مجلس الأمة ويصير هو المتكلم باسم الشعب الكويتي. هذا اللي احنا ضده، هذا اللي انت زين حط وقعته على توصيه مع مجموعه من النواب. التوصيه تقول لك ان الحكومه تقدم تقرير، زين وتوصيه وفي جلسه وفي في شيء، اكو شيء ثاني قاعد يصير؟ لا لا، في معالجه للموضوع، يعني لازم يصير معالجه للموضوع من كل جوانبه. يعني التوصيه والمحاوله ان الحكومه ما تتظلم من مثل قرارات الحفظ هذا لمعالجة القضية، نبي نلاحق القضية لآخرها، ما نبي القضية تمر مرور الكرام. هل هذه القضية شبيهة بقضية الإداعات أم هذه القضية تختلف نوعا ما؟ لا لا، مو بعيد عنها، نفس الشيء، تضخم حسابات. أوكي، التصعيد الفترة الأخيرة اللي قاعد يصير، إحنا نهاية دور العقائد العادة يبتدي الحوار النيابي يبتدي يهدأ، تلهون أنتم في لجنة الميزانيات في إقرار الميزانيات اللي موجودة، والمهل أعتقد دستورية 28/6 المفروض أعتقد آخر ممكن أنك تنهي المجلس بها، لكن اليوم في تصعيد، شو الهدف منه؟ شوف أنا ما يعني أنا كنائب أقول تصعيد، أنا أقول كل نائب يستخدم أدواته الدستورية. أوكي. زين ما أخفيك دور الانعقاد الثالث دائما هو في إحساس في الحل، إحساس في كذا. من يصعد لأجل التصعيد ولأجل والله يقول أنا موجود ها، ولأجل والله بيكسب مكاسب انتخابية، أنا أعتقد هذه عدم ثقة بالنفس. أوكي. إنسان اللي واثق بنفسه واثق بعمله، يعني في لا بس عفوا، في تصعيد على حق وفي تصعيد تشوفه سياسي بتكسب انتخابي. إذا تصعيد سياسي بهذه الصورة احنا ضده، لكن تصعيد لأجل قضية من القضايا وتصعيد لأجل أمر مستحق، لا والله احنا معه، تبقى في السياسة أخذ ورد. أما والله أنا أقول لأن احنا في هذا الوقت مثلا وراح نتهم بالتصعيد لأجل مصالح انتخابية ما صعد، لا مو صحيح بعد. يعني هم انت ضد النواب انه يصعدون لاجل مصالح انتخابيه؟ طبعا تتصدوا لهم في المجلس؟ هي تصعيد لاجل مصالح انتخابيه؟ لا والله بنتصدى له، لكن اذا في تصعيد لاجل قضايا حقه لا نوقف معه. اوكي. لا شك. انت في احدى الجلسات وقفت وقلت اعتقد 6/3 قلت حراج هذا ولا حكومه، كل وزير يتصرف مثل ما يشاء ولا يطبق القانون. بعدين قلت في تغريده كتبتها انت قلت كل من وافق وعان على شطب الاستجواب مسؤول عن سوء الاداره الحكوميه وعدم تفعيل القوانين. صحيح. هذا قلته في الجلسه. ايه ليش قاعد تقوله كذي؟ شوف اول شيء انا كنت اتكلم عن تفعيل بعض القوانين. اوكي. يعني مثلا اخذ قانون هيئه الطرق. هيئه الطرق. قانون نوقر في 2015. القانون لا زال لم يفعل، ليش؟
لأن والله تي وزارة الداخلية تي بلدية الكويت تي مثل مواصلات يقولنا احنا ما نقدر نعطي الصلاحيات لهذا لهيئة الطرق. ليش؟ والله هذه الصلاحيات من حقوقنا، انت وافقتوا على القانون، اصلا القانون مشروع حكومي. زين شلون تتنصلون؟ انا لما قلت حراج مو كيف الوزارة ولا قانون، تفعل القانون، رئيس الوزراء عليه أن يفعل القوانين مسؤوليته. قعدهم مع بعض، تعال يبي أنت هذا موجود بالقانون، إحنا قررنا هذا القانون طبق. أما أنت والله تترك المجال، هذا يقول أنا ما أقدر، هذا اللي قلت إحنا وين قاعدين، حراج ولا حكومة؟ هاي يقول أنا أقدر وهاي يقول أنا ما أقدر، ما في شيء مثل هذا. ايش علاقه شطب الاستجواب بالحاله؟ بعدين تكلمت عن سوء الاداره الحكوميه. اوكي، لما انت تي ولا تسمح لرئيس لاستجواب رئيس مجلس الوزراء في قضايا تخصه، زين هني كان الاشكاليه. انا اقول يجب على رئيس الحكومه ان يواجه اي استجواب في حدود اختصاصاته وصلاحياته، يجب يواجه هذا الاستجواب. فلذلك انا لما نتي بعدين انت تلوم الحكومه على عدم تطبيق الخطه الاسكانيه، كان الكلام في الخطه الاسكانيه. انزين شو الفائده؟ شو الفائده واحنا قاعد نشطب استجوابات وقاعدين نترك نحمي نحصن رئيس الوزراء؟ شو الفائده؟ ماكو فائده. هذا اللي كنت ابي توصل له. انزين في استجواب خالد الروضان، يعني متوقع ان انتم نواب في كثير من الاستجوابات توقعون على طلب طرح الثقه، عدم التعاون، وهذا نهج مشيتوا عليه لانه اعترضين. لكن هالاستجواب انت رجعت تقول حذرت الوزير خالد الروضان من ايران الصديقه من الجانب الحكومي وانا ضد طرح الثقه به، وفعلا ما حدث في هذا الاستجواب، فهناك من هو مستفيد من الاستجواب مع احترام المستجوبين. نسفت الاستجواب، نسفت المستجوبين، ضربتهم في مقتل، حطيتهم كنهم هو أدوات. ليش ضربتهم بأكتر؟ شوف، أول شيء أنا أحترم المستجوبين كلهم. بعد هالكلام تعتقد لا لا أحترم؟ لا أحترم من أي الاستجواب ما يفهم منه. لما أنت تستجوب ويستغل بعض الأطراف اللي هم خارج المستجوبين وخارج هذا، أنا أتكلم عن هذه الأطراف، لا أتكلم عن إخواننا المستجوبين، نجلهم ونحترمهم، ومن وقع على طرح الثقة نجله ونحترمه. أنا أتكلم عن استفادة بعض الأطراف، وقلت له نيران الصديقة، ما أتكلم عن الإخوان المستجوبين. زين بس سؤال دكتور، أنا النائب محمد هايف قال أنا بلغني ما شاف الظاهر أن في وزير كان يحرض على 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 الوزير رضان. انت داخل جلسة فعلا شاهدت وزير قاعد يحرض على خالد الروضان؟ مو يعني شلون تقول ان ايران صديق؟ ايش قاعد تقول؟ مو التحريض العلني لهذا، لكن انت تعرف حراك بعض الوزراء داخل الجلسة اذا بيحمون المستجوب، زين، وحراكهم اذا ما يبون يحمون المستجوب. واضح، تعرف من هذا، تعرف من خلال الردود على بعض النواب تعرف وين رايح هذا الوزير هذا. شوف، اول شيء انا كنت في الاستجواب، مو انا في محاور ما كنت مأيدها، في محاور ما كنت مأيدها، زين. اتوقع يعني كان خالد الروضان في بعض هذه المحاور كان من انشط الوزاره. مع انا شوف قلت خلافي السياسي معه، وترى في المنطقه ضدي في الدائره، ضدي هو ضدك في الدائره؟ هو ضدي، يعني كان توجهه كذا كان ضدي. ليش؟ ضدي، أنا ما أمثل روضان، ما أمثل ها، كان في توجه ضدي. بعد الاستجواب راح يصير وياك؟ ما أدري عن يعني بعد الاستجواب، ما حسبته، قلت لك الحسبة الانتخابية، أنا قاعدة أراقبه كوزير أمامي. أوكي. إنزين، أربح أخسر ما لي علاقة، أنا ممكن خسرت من وقوفي معه لأن كل الناس تعتقد أن أنا معارضة لازم أوقف، مثل ما قلت أنت لازم أوقع طرح الثقة. لا، أنا في لجنة ميزانيات شايف شنو سوى خالد الروضان في الحسابات الختامية، وين نزل المخالفات من وين لوين. المخالفات اللي ذكرت على مثل مشروعات صغيرة كانت في المجلس اللي أقال خالد الروضان. خالد الروضان جاء إلى مجلس المشروعات الصغيرة وأقاله، زين، وحط مجلس آخر وشغل قضية المشروعات
الصغيرة. بس انتبهوا على بعض المشروعات اللي قال انك مشروعات بقالة واللي تحدث على مشروعات تكلموا طبعا عن بقالات، طبعا في مشاريع يسمونها بقالة لكن هي يعني مو تعبير مجازي، اي تعبير مجازي، هي تتمثل في يعني محلات كبيرة وموظفين بعدد كبير جدا، مو بقالات اللي مقصود فيها البقالة الصغيرة، ولا الخياط المقصود فيه خياط يعني اليوم مثل بعض هذا دقلة وغيره اللي قالوا عنها خياط يعني شو اسمه. الآن في دول الخليج فاتح ولا محلات. ثاني شيء أنا ما أستصغر أي مشروع كويتي ولأي شاب كويتي، زين في النهاية هي مشروعات صغيرة ومشروعات متوسطة، هي ما هي مصانع وهي هي مشروعات صغيرة. فبالنهاية أنت قاعد تشجع وقاعد تخلي هؤلاء يعملون. في اجتهاد، الاجتهاد احيانا في خلل، لكن احنا نيحب وزير اقال لنا لهذا عالج المخالفات، بيوفر اراضي، في كان احتكار للاراضي. انا كنت اعتقد، وهذا من قلت له في نيران صديقه، قصدي من بعض التجار ومن داخل يعني لوبي التجار راح يحاربك، راح يحارب ايه، لان كانت شو اسمه في أراضي محتكرة شالها منهم. أنا يوني ناس قبل يوم الاستجواب وقسموا لي اللي هم يمثلون أمغرة ويمثلون السكراب القديم وهذا، وقسموا لي إنهم ما يمثلون ولا خالد الروضان ولا هذا، وأعرفهم بعضهم شخصيا، وقال لي إحنا ما لقينا الإنصاف إلا في هالفترة، كانت الشركة خانقتنا في ذاك الوقت. ف لما هو ترك المجال لمثل هؤلاء أنهم يرجعون، وصار بينه ورفعت عليه قضايا ورفعت على الوزارة قضايا بسبب توزيع الأراضي غيره. ما أقول لك أنا خالد الروضاني 100%، لكن إحنا هم بعد لازم نوقف مع الوزير نشط أكثر. وزير جاب لنا قوانين في مجلس الأمة هو ترى الروضاني. بس خلني أقول لك شغلة، يعني أنت دكتور كان اليوم وصلنا إلى مرحلة أن تقدر توقف مع وزير عادي من خارج ابناء الأسرة الحاكمة، لكن لما يصل استجواب إلى وزير من ابناء الأسرة الحاكمة وسمو رئيس الوزراء كأن أنتم قاعد تقولون أن نجد حرج في أمام الناس أن نوقف معكم، هل هذا صحيح؟ شوف أول شيء أنا وقفت ضد هند الصبيح، زين، وإذا بتعتبر أسر ما أسرها، وقفت ضد يعني بعض الوزراء اللي مو محسوبين على شو اسمه الأسرة الحاكمة. وإذا وزير من الأسرة الحاكمة وصار وزير فليتحمل كل أدوات المراقبة والمحاسبة. بس أنت تقتنع فيه ولا تصوت لأنه ضغط لا شعبي؟ ما في تصويت. أنا لو بصوت ضد أي واحد أصوت ضد خالد الروضان، زين؟ بالعكس أصوت وأنا مرتاح وراح أكسب شريحة كبيرة، زين؟ لكن في النهاية أنا أمامي عمل كل إنسان، زين؟ قاعد يمشي سيده عنده خلل كبير، عنده في فرق بين هذا وهذا. أوكي دكتور، كخبرة الآن سياسية برلمانية، تعتقد أن دور العقاد سينتهي على خير ونكمل ونروح العطلة الصيفية، أما إحنا مقبلين على تهزيم قد تكون وصل إلى حل؟ في ظل المجلس الحالي أعتقد الحكومة حريصة على إنه يستمر المجلس. يعني ما في، ما تتوقع توصل إلى حل؟ الحكومة يعني الحكومة تملك أغلبية داخل هذا المجلس، تملك أغلبية داخل هذا المجلس، ليش تحله في ظل أنها تستطيع التحكم في مخرجاته في هذا؟ احنا يمكن صوتنا يعني الدرجة الحكومة قادرة تتحكم، يمكن صوتنا الرقابي شوي قوي في الموضوع، يعني في بعض الموضوعات، في بعض الوزراء اللي أسقطوا، في بعض يعني قضايا الضرائب، الأتاوات على الشعب الكويتي وقفنا ضدها، راح هيك. لكن ما تتوقع حل؟ أنا ما أشوف بوادر حل في المستقبل القريب، ما تشوف هذا الحل. المجلس زين، وإذا حلوا غير مأسوف عليه يعني صراحة. تبي حل؟ ها؟ تبي حل؟ أنا مع إذا حل هذا المجلس والله ماني حزين عليه أبدا.
أنا يعني في بداية المجلس كنت تقولنا بعض النواب يبون يعني أن الحل أنا ما يبون الرئيسين يعني رئيس الوزراء رئيس المجلس، هذا كان في قبل سنتين الكلام. احنا الحين تقول غير مأسوف عليه. إيه يعني غير مأسوف عليه، قلت لك احنا أصلا دشينا هذا المجلس وإحنا ندري في شو اسمه من المقاطعة عليه هذا، وقلنا لأمام الشعب الكويتي كنا صريحين، يمكن أنا قلتها بكل صراحة، لا تتوقعون كبير إصلاح، احنا راح نحاول نخفف شيء من الشر. يعني كان من أصول عملنا أن لا تفرض أتاوات ولا تفرض ضرائب على الشعب الكويتي، وهذا الحمد لله عز وجل يمكن لحد الآن احنا ناجحين في كل دول الخليج عملت الضريبة المضافة، احنا الحمد لله عز وجل. لكن البعض يقول لك أن في توجه على الرسوم وضرائب، هذا راح يتم ولا لا؟ لا شوف بعض التصريحات الحقيقة مستفزة. من منو؟ مثل تصريحات الأمين العام مجلس الأعلى التخطيط. تخطيط. إيه وتكلم أصلاً مو دوره هو يتكلم في هذا الموضوع. وإحنا وصلنا رسالة، يمكن هذا كان جانب من كلامنا مع أبو محمد رياض. رياض. هذا زين سربت شغلة من قاعد مع رياض. إيه يعني كلام. قعدت ويا رياض. مو من حق أحد قاعد يمرر على الشعب الكويتي مثل هذه التصريحات. أوكي. وإحنا نفرض ضرائب ولا والله. الحل هو تكاثر الكويتيين. أيه. والكلام اللي الحقيقة يعني ما أدري من مسؤوليته يتكلم الأمين العام مجلس الأعلى للتخطيط يعني بهذه الصورة خارج عن الحكومة، عن توجه المجلس، يمكن توجه المجلس التخطيط قد عنده هذه الرؤى، فهو يبدو لا التوجه يعني. هذا يجب يضبط من خلال الوزير المختص. أوكي. ويجب أن يكون فعلا مثل هذه التصريحات مسؤولة، إذا تبون تحملون مثل هذه التصريحات تحملوها خلص احنا جاهزين. أوكي. إذا كانت هذه التصريحات انتم يعني إذا بتأكدونها هذا قلته أنت مع رياض أن ناقشتونا التصريحات والفرض الرسومات. أي مثل هذه التصريحات مستفزة. شنو قلتوا بعد؟ لا هذا يعني هذا جزء من العملية. أقول شنو قلته؟ قول تفضل. حاضر اللي تقوله. أوكي. واحدة الأخوات بس أسئلة تويتر تسألك وين حقوق المرأة الكويتية؟ والله شوف المرأة الكويتية يمكن إحنا كنا في صدد الكلام حول أبناء الكويتيات. أوكي. إنزين. الإشكالية اللي قاعدة تصير لأبناء الكويتيات يدرس في المدارس وفي يعني الجامعات وهذا، لكن لما يعمل إشكالية كبيرة في عمله، لا يعامل حتى معاملة الخليجي ما يحصلها. خلنا أضرب لك مثال، مثل وزارة الصحة، دكتور ولد كويتية ما يعامل حتى معاملة الخليجي. انت اعطيته كل هالامتيازات واعطيته خليته يدرس وخليته يعني على حساب الدوله، لما نتي للاسف المهنه الحكوميه طارده لابن الكويتيه. اوكي. فبالتالي وين بيروح؟ بيروح قطاع خاص احسن له من التعامل مع الجهه الحكوميه. لذلك يعني انا اعتقد جزء من يعني معاناة اللي أنا شفتها عند المرأة معاناة يعني الأبناء. أوكي. المرأة كذلك في شيء عشان تنصفونها يعني؟ أنا تقدمت في اقتراح على الأقل يعامل الأبناء الكويتية معاملة الخليجي. معاملة الخليجي راح تمشون فيه؟ هذا المفروض يعني هذا أقل شيء لها يعني. أوكي. أقل شيء لها. إنزين. كذلك يمكن مسألة الكويتية اللي موت عندها أبناء كويتيين لكن يموت عنها زوجها وهي ما استطاعت تقدم إعلان رغبة أو ما قدم لها إعلان رغبة. أوكي. في جنسيتها. عفواً اللي أم الكويتية. أم الكويتية. أوكي. هذه كذلك كانت إشكالية. اوكي. البعض الاخوه يسالونك على انت مقدم قانون اسمه تحديد المؤبد للسجين. ايه شنو هذا القانون؟ هذا القانون من معاناة المسجونين مؤبد. اوكي. انا قدمت انه يصير 25 سنة سجنية. اوكي. في سنة السجنية قدمت قانون اخر انها تكون 9 شهور. 9 شهور. وإذا مؤبد تكون 25 سنة تقنن، المؤبد يعنى به 25 سنة. للأسف راحت التشريعية
مع أن كانت هذه القوانين مع مختصين ومع ناس قانونيين وهذا قدمناها وجلسنا معهم. أوكي. وقالوا والله لا، المؤبد بالعالم كله مؤبد بدون يعني بدون تحديد. شفنا الناس اللي قاعدين في المؤبد في السجون الكويتية، ناس يعني خلاص تابت، عيالهم تزوجوا وعيالهم تزوجوا، ها، وهم قاعدين في هذا لمتى؟ يعني مو معقولة المؤبد بهذه الصورة. أوكي. يعني لذلك كان هذا الحل. لكن رفض التشريعية؟ أظن كان في تحفظ، لكن المفروض أن حتى لو يرفض يروح للمجلس. يعني. إنزين. المقترح العفو اللاحق. هذا بعد قدمته وتكلمت عنه. وين العفو الشامل؟ عفو اللاحق، لا، يقول لك على بعض السجناء لما قالوا أن في أكثر من 700 سجين يمكن يصدر عنهم عفو نتيجة لتزاحم السجن، هذا صحيح ولا لا؟ لا، احنا دعينا لتبييض السجون. تبييض السجون لأن الكم اللي قاعد يصير في داخل السجن أكبر من قدرة السجن على تحمله. فدعينا المرة اللي فاتت يعني دول الانعقاد السابق. أوكي. دعينا وزارة العدل اللي جزاهم الله خير، نيابة حضروا، الداخلية حضروا، تعاون هذه الجهات على زيارة السجون ومحاولة إخلاء سبيل، مثل المرضى اللي مرضهم مستعصي، هذا يعني واحد مريض خلاص، واحد يجي يبونه لك شايلينه شيل. أوكي. يلا يوقف قدامك في سرطان، في أمراض يعني كبيرة جدا. للنائب العام حق العفو مثل عنا هذا. تخفيف العقوبات. أوكي. عن طريق العفو، إسقاط العقوبة عن أوكي. طريق العفو، هذا دعينا له. إنزين. الأخ صلاح الهاشم يمسي عليك بالخير، يقول لك تسأل ضيفك حول رأيه بتسهيل اللقاء العائلي مع المسجون وزوجته، لا يجوز فرض العقاب على الزوجة بحرمانها من زوجها، ولا تزر وزرة وزر أخرى. أول شيء أخونا صلاح الهاشم الحقيقة من الناس اللي يعني أحملوا قضية الاستبدال. نعم. وهو كان من الناس استبدال فوائد الكبيرة لهذا، وشيء يشكر عليه، وهذا دور الحقيقة الناس يعني دور الإيجابي للرقابي للشعب. نعم. في دفع يعني مو بس انتقاد وبس، هذا انت حط حلول. نعم. وادفع النواب له مثل هذه. انزل. الحلول، هذا القانون اللي يتكلم عنه هذا. انا حتى اليوم في قضية اثارها كانت مهمة جدا، قضية السفارة والسودان. أي. وكذا قضايا انا اتابع يعني مثل هذه. القضية اللي يتكلم عنها اخونا صلاح الان شنو هي؟ اللي تسهيل الزوجة السجينة. قضية مهمة جدا هذه القضية، كلمنا السجن فيها. وإن لابد من يعني كانوا حاطين مثلا أجنحة كبيرة. قلنا لهم يا جماعة لو هذه الأجنحة تتقسم شوي وتزيدون عدد يعني الاستراحة. عدد هذه الاستراحات لهم، وفعلا تمكنون السجين من اللقاء العالي مثل ما قال هو، فعلا عقوبة موجودة هي. بس للأسف يعني ظروف السجن ما تسمح. ايه، وطويلة في الفترة وال يعني اللي يدخل هذا، وفيها بعض القيود وكذا. دعينا إلى تسهيلها، وكان في اتفاق على تسهيل هذه العملية وتكثير شو اسمه غرف اللقاءات بين السجين وزوجته وعياله بقى. أوكي. أنت صرحت ويعني وجهت الانتقاد على أحد الناشطات لما تكلمت على الحجاب والنقاب ولبس السواد. البعض يقول لك اليوم خاصة من لديه آراء في يتبنى الحريات، يقول لك أن كلامك عنها هو من باب يعني نتكلم عن السيدة فارع السقاف، أنه يقول لك أن أنت من كلامكم تحجرون على الناس، هذا رأي بعض المدافعين عن رأيها. لما تنتقد الرأي ما في حجر، هي أبدت رأي لنا حق الانتقاد. أوكي. الشعب الكويتي اللي انتخبنا زين، الشعب الكويتي شو يمثل نسبة النقاب فيه؟ نسبة كبيرة جدا. لما تقول أنت عن النقاب هذا شكل مخيف جدا، تسيء إلى شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي. ما يمكن احنا بعد نسكت عن الإساءة، والله على أبونا كل واحد يقول رأيه، ما أنتقد الرأي، أي واحد له حق ينتقد رأيي، وأنا لي حق أنتقد رأيه. في النهاية هؤلاء مثلونا، واحنا على الاقل كمتدينين واجب علينا الدفاع عنهم هؤلاء.
فلما تقول هذا مخيف جدا، هذا انا سميته ارهاب مخيف من قبل الاخت هذا. مع انا كنت عندي تحفظ على ربط تصريحاتها في المؤسسه لوياك. اوكي. انزين انا قلت اخشى ان مثل هذه التصريحات ان المؤسسه نفسها تتبنى مثل هذا، يعني والله تجي لي واحده منقبه انا ما اخليها تشتغل معي. هذا صحيح؟ ما ادري، اقول لك اخشى من هذا. اوكي. لوياك انا اعرف طريقتهم، هي توظيف الشباب الكويتي وكذا، لذلك انا قلت شيء جيد، احترم هذا. أوكي. ما ربط بين لكن انا اناقش رايها وناقش فكرتها عن الاساءه الى مجتمعنا والى نسائنا. يقول هذا والله حجر على الراي، لا لا هذا مو حجر على الراي، هذا بالعكس هذا تمثيل لهذه الفئه اللي يمكن كثير منها اصواتها ما تستطيع ان توصل. اوكي. بعجاله دكتور، اللي اثيرت ردود الافعال حول قضيه مشروع مدينه الحرير تطوير الجزر، انه قال يتخالف الشريعه، البعض يقول لك انه دوله اقليم دوله داخل دوله. هذا الكلام اللي قاعد يثار وانت داخل مجلس الامه، كلام البعض فعلا عنده تخوفات او انه لا هناك حرب مثل ما انت تقول، نيران صديقه بين تجار؟ لا شوف، مشروع الجزر انا كنت في واضح من اول يوم استلم الشيخ ناصر صباح الاحمد وزاره الدفاع وتبنى هذا المشروع، وقلت اي تعدي على ثوابتنا الشرعيه وعلى قوانين الجزاء او قوانين وتعدي على القوانين والدستور الكويتي لن نقبل به، ولن يكون احد بعيد عن المساءله في هذا الموضوع. يعني يكون المشروع ايضا خاضع لرقابه البرلمان، خاضع للقوانين في النهايه. احنا مع كل مشروع تنموي، مع كل مشروع في يعني رفع للاقتصاد الكويتي، ما راح ادخل في اي صراع بين طرفين. ما راح تكون في صراع والله هذا ضد هذا ولا هذا ضد هذا. في صراع انا اليوم مع لما يقول لي والله انا بحول قضيه للنيابه الشيخ ناصر، اي قضيه تتحول للنيابه انا معها، يتبين عاد هني صح ولا غلط. انزين ما اقدر انا اقول والله حق وزير يشوف الغلط قدامه عشان ضغط فئه ولا هذا يمتنع عن تطبيق القانون، لا. وانا اعتقد ان احنا كلنا حريصين على تطبيق القانون. القانون هو الان في رؤيه واضحه لكم ان شنو هو، في 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 خاضع كقانون خاص فيه، خاضع لرقابه غير رقابه المجلس، عندكم رؤيه فيه ولا لا؟ احنا لحد الان ما وصل لنا شيء. نوقش في اللجنه الماليه. انا ما كنت موجود. أوكي. بعض الاخوان طلع وصرح ضد القانون ان اي تجاوز، كانه شاف في القانون تجاوز. بعدين طلع رئيس اظن الجهاز التنفيذي في الجزر وقال انت قلت الاخ فيصل مدلج، كتبته في تقرير. ايه؟ قلت بما ان مشروع قانون منطقه الاقتصاديه الشماليه لين يتجاوز الثوابت الشرعيه والدستور. ايه؟ والقانون. ايه؟ فلتسلكوا به القنوات القانونيه كاي مشروع. ايه؟ ينفذ البلد. اي بس قلت لهم انتم اذا تقولون ان هذا المشروع ما في، هو قال اظن اخ فيصل مدلج قال انه ما في تجاوز لثوابت الشرعيه ولا القانون، قلت خلص امشوا فيه بالطريق القانوني حال حال المشروعات الكبرى في هذا البلد. كثير من مشاريع هذه الخيران وهذه غيرها، مشاريع اخذت كم اراضي كبير جدا في الدوله، امشوا في حال حال اي قانون. زين اخر سؤال دكتور، متفائل في المرحله القادمه ولا لا؟ في شيء انجازات؟ والله شوف، التفاؤل تقول لي اليوم انا للأسف أقول لك إياها، في روس فساد في الدولة هذه، دولة عميقة هناك لا تسمح بالإصلاح وتحارب كل مصلح. لا تسمح بالإصلاح وتحارب بعد، كان زين بس ما تسمع، تحارب كل واحد يرفع صوته بالإصلاح تحاربه، وتستخدم كل الأدوات المتاحة لديها من داخل أجهزة الدولة ومن خارجها لضرب المصلحين. اليوم تشويه المصلحين ما نعانيه اليوم من تشويه للأسف
داخل هذه الدولة، أنا وغيري من الإخوان النواب، يعني واضح الضرب مو تحت الحزام، يعني ضربوكم تحت الحزام، ضرب بالعلن يعني، وما يملكونه من أجهزة إعلامية، من يعني خلال شرائهم للأسف بعض الوسائل الإخبارية، من خلال تسريب هذا، من خلال بعض النواب للأسف يشيشونهم عليك ويدزونهم. واضح يعني اليوم مثل هؤلاء عندهم القدرة وعندهم القوة. وأنا قلت يمكن وأنا في نقاش حول أخواننا اللي في الخارج، قلت لوجودهم في الخارج الآن هو رسالة لكل مصلح. إذا أنت بتوقف وقفة ضد هذه الروس، ترى حالك بيصير حال هؤلاء. هذه الرسالة اللي بتوصل لنا جميعا، وإحنا بإذن الله عز وجل مستمرون بنسلك الطرق القانونية. أحيانا بعض الأخوان يقول لي أنت بارد دكتور، هادي هذا، أنا أقول له أنا عندي أدوات، عندي طرق قانونية أسلكها بإذن الله عز وجل، ما نمقضب رقبتي حق أحد، بسلك المسالك اللي إن شاء الله ترضي الله سبحانه وتعالى، وبالنهاية يعني أرضي ضميري وأحافظ على سمعتي وسمعة عائلتي وسمعة من أمثله داخل هذا المجلس. هذا إن شاء الله ما أمشي عليه، وعد وبعد في النهاية الحكم للناس يعني. مشكور دكتور لحضورك معنا في هذا اللقاء، إن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى. مشاهدينا وصلنا لختام هذه الحلقة، لكم من أطيب المنى وإلى اللقاء.